في الجنينه في عربات بدات تدخل، ما بخشوا كميه كبيره، بيدخلوا اثنين ثلاثه اربعه محمله بالسلاح. العربات دي الان هذولا قواعد، قواعد قدام جبل مون. الناس دي كانوا بيجوا بالجماعه كميه كبيره، كانوا بينضربوا بالطيران، الان غيروا الخطه. الكلام ده انا رسلته، قلت لك هنا ورسلته. الناس دي بيجوا عربيتين ثلاثه بيمشوا، عندنا ناس هناك قاعدين في الجنينه بيراقبوا، شايفين بعينهم، شافوا الحاصل. لقوا يوميا بيطلعوا في اليوم مثلا 60 عربيه، لكن ما بيطلعوا مره واحده، بيطلعوا اثنين ثلاثه اثنين ثلاثه، يغيروا ده يمشي بهنا ده يمشي بهنا، بالنهايه بتلاقوا في قاعده واحده قدام جبل مون. الناس دي ناويين على الفاشر، دايرين باي وسيله يسقطوا الفاشر. انا بقول لكم الفاشر عصيه عليكم، وناس الفاشر جاهزين لكم. عندنا ثغره في الفاشر، عارفينه منهم، عارفينه، وقسما بالله العظيم معروف. لكن الفاشر الضباط كلهم كلهم على قلب رجل واحد، انه والله العظيم على خاتنه ليكم لا عين رات ولا اذن سمعت. الكلام ده تكونوا عارفينه عشان ما تتعبوا وتمشوا وتقولوا في زول ما بتخشوا الفاشر دي، لو شفتوا وصلتوا السماء ما بتخشوها. لانه لما نبقى لحظه الجد الزول الواقف معاكم ده ذاته بتشوفوه معاكم دنيا زايله، ودي الحقيقه. لانه ده وطن اكبر منه واكبر من اي رتبه كانت في الجيش، اكبر من البرهان واكبر من كباشي واكبر من الحسين واكبر من جابر واكبر من ده وطن، ده وطن. لما نجي وقت الجد بتعرفوا الله حق. الفاشر مأمن، الفاشر عصيه، الفاشر معروفه الحاصل فيه شنو ومعروفه. لكن عندنا انا الموضوع ده مرفوع فوق فوق فوق، الدنيا كلها عارفه، ما في حاجه بتتدسه. احنا عارفين بلدنا دي باقين على الف، كان الفاشر الف، كان الدارفور الف، كان الجنين باقين على الف. لو فاكرين بتيجي تخشوا الفاشر بيزول والله كبابين، لو فاكرين في زول بيفتح والله كبابين، والله يتبلى قبليكم، والله يتعلق ويبقى عبره وعظه لمن لا يحتضر. وقسما بالله العلي العظيم يتعلق في الفاشر والله يخلوه عبره لمن لا يحتضر. ناس جاهزين لكم والله العظيم 24 ساعة، لا قاعدين ينوموا والله مجهزين لكم أطنان، أطنان من العذاب، مجهزين لكم أطنان من العذاب عشان تكونوا عارفين ما تتعبوا. ولا سووا والناس الوسخ مع القاعد ده والله العظيم له يوم، وقسما بالله العظيم له يوم، قسما بالله العظيم له يوم، والله العظيم له يوم. ما في زول ما عارف، والريحة فاحت وبقت الريحة معفن عديد. عشان كده نحن صاحيين ونحن واعيين، ودي بلدنا قصبا عن أي زول. البلد دي ما بتتباع ولا بتتنجس بجنجويد، لا الفاشر تاني بخشها جنجويد ولا في غرية تاني بخشها جنجويد. لك التحية بسينا، كلام جميل جدا. سلاح الجو لازم يكون في الموعد، وإن شاء الله فاشر الصامدة. الفاشر هو فشل لأنه خطة الدول، لأنه تقسيم السودان إلى دويلات، أو كان يكون زي نظام الليبي انه مناطق سيطرة الضخم السريع ومناطق سيطرة الجيش ويكون حكومتين وكلام زي ده كله فاشر، هو فشل. وزي الحزائم المتكررة الجنجوي الديل نازل دارين انتصار بأي طريقة وبأي ثمن، لكن ان شاء الله نازل صامدين، وعندنا كل الثقة في رجال فاشر السلطان وفي قواتنا الشعب المصلحة. اسمروا بس الحفل الختامي يكون في دارفور، يعني كلام زي ما قالوا سيادته ياسر عطا، الدولة اتخذ قرار انه الفاتحة لأرواح كل الشهداء القوات المسلحة والمواطنين يكون في جنينة بعد نزافة الجنجويد من السودان كله. فعشان كده اخوانا اصبروا واصمدوا زي ناس بابونوس الصامدين، وان شاء الله اخوانكم بالحقوق ان شاء الله، فربنا يحفظكم ان شاء الله ونصر حريب قواتنا الشعب المسلحة.